فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وفي المسألة آثار غير ما في أثر سلمان هذا، أن الأولى بالمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى، وعملا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره من خروجه من البلد إلى أن يرجع إليه، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولذلك أنكر سلمان رضي الله عنه على هذا الذي صلى بهم وأتم الصلاة أربعا. نعم، يأتي على هذا الشيخ المسافر في الحرمين يتحرى الفضيلة والمضاعفة يقصر. نعم، يقصر في أي مكان، قصدي يدع الرواتب بالسنة. إذا قصر لا يصلي الراتبة أو يصلي غير الراتبة. قال ابن عمر: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. الذي يقصر الصلاة لا يصلي الرواتب التي مع الفرائض، أما بقية النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر فهذا يفعله ولا يتركه.